أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: امرأة حائض وتريد أن تحضر الدرس، فهل يجوز لها أن تجلس في مؤخرة مكان النساء أم لا؟ لا تدخل المسجد، ما كان داخل سور المسجد لا تدخل فيه، تكون خارج عند الباب أو في سيارة. أما أنها تدخل داخل سور المسجد من مكان النساء أو غيره ما تدخل. حتى السرحة، الساحة التي داخل سور المسجد، هذه من المسجد لا تدخل فيها، والغرف التي أبوابها على المسجد هذه من المسجد لا تدخل فيها الحائض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لا تدخل فيها يعني لا تجلس فيها. وأما المرور، إن الحائض تمر مع المسجد أو تأخذ حاجة من المسجد، لا مانع من ذلك، إنما الممنوع الجلوس، إنما تجلس في المسجد. أما أخذ الحاجة منه فلا بأس وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد وهي حائض. قالت: إنها حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك. يجوز المرور مع المسجد للحائض والجنب من غير لبث، نعم، وأخذ حاجة منه، نعم.